عمر شي واحد دار فيديو على قبل الشركه ديال ريلمي والاثمنه ديالها الحقيقيه اللي كاينه في السوق واش من ماركات كاينه في ريلمي. اخوان كاين شي وحدين الله يسمح ليهم كيبيعوا التليفون لانه ماشي كلشي عنده التليفون بحال التليفون هذا 635 كاين اللي كيبيعوا زايد 100 درهم على الناس ماشي حشومه. اليوم ان شاء الله غنقول لك الاثمنه الحقيقيه اللي كاينين عند شركه ريلمي ولي ريفيرونس اللي كاينين في السوق ولي ريفيرونس اللي كيتمشاو في السوق ماشي تاخذ شي تليفون لا علاقه وزيد عليك في الثمن وتصيد ما عليناش. تقريبا في شركه ريلمي كاينين دابا حاليا في السوق حاليا التليفون اللي خدامين عليهم واحد جوج ها جوج ها ثلاثه لحبوبة الجام غير كاينه هنا هي اللي غنصفقوا تبارك الله. هذه شوف الدفعه الثالثه دابا شنو هي هذه؟ شنو هي هذه؟ النارزه يا خويا النارزه محبوبه الجماهير. ها هي 20 قطعه عاوتاني الدفعه الثالثه من 20 قطعه اللي كان عليها واحد الاقبال اللي كبير لاننا كنا دايرين فيها واحد العرض. دابا الخوت كاين 20 قطعه 64 جيجا 4 جيجا في الرام بروسيسور هيليو جي 85 6000 ملي امبير في الباتري كيتشارج ب 18 واط رابيد. هذا الخوت هذا التليفون كيجيني حاليا بالثمن ديالو احسن تليفون في الفئه المتوسطه ديال 64 جيجا 4 جيجا في الرام. بغى شي واحد تليفون 64 جيجا 4 جيجا في الرام راه هذا سوفتوير خدمه الله يعمر هذا راه نارزو. هذا الخوت الثمن ديالو اللي كان في الاول دابا تقريبا شي 8 شهور كان الثمن ديالو 1650 1700 الشركه دار فيه بروموسيون. الثمن الحقيقي ديالو دابا حاليا دابا ما كاين لا بروموسيون لا والو الثمن الحقيقي اللي كاين في السوق باش ما يزيدوش عليك لانه كاين اللي باقي مخلصو بالثمن الاول. اه الا باع لك راه يقدر يبيع لك الثمن الاولاني. اه اما دابا السوق كاين بثمن جديد الثمن ديالو دابا 1400 درهم 1400 درهم وتقريبا ماشي كلشي عنده هذا التليفون هذا ماشي كلشي بهذا الثمن اللي كنقول لك ديال 1400 درهم. التليفون تبارك الله كان عليه اقبال كبير الحمد لله. هذه دابا كميه جديده 20 قطعه 1400 درهم 6000 ملي امبير بعد غتنسى شي حاجه سميتها الشارج خويا راسك. المنتوج الثاني ديال الدراوش حيت عليا هذا هو الاخر غندوي عليه لانه فيه واحد الديزاين واعر. هذا البتيبان ديال ريلمي هذا الشيء اللي كاين البتيبان ديال ريلمي هو هذا ونحلو شي واحد يشوفو هي الاستخدام العادي والثمن كلشي على الثمن. ريلمي شوف الحمد لله ريلمي عندها اثمنه معقوله مقارنه بالثمن كيقول لك القيمه مقابل السعر كتعطيك واحد القيمه اللي كبيره الحمد لله زوينه زوينه بثمن اللي زوين كاع الثمن ديالو 1000 درهم ديالو 30 جوج بهاد الكونفيكاسيون 5000 الباتري 1000 درهم الثمن زوين غتمشي عند شركات اخرين اقل ايمان كاينه 1050 درهم 1100 درهم حيد عليا شفتي الخوت الكونتيتي دابا راه سالات لي بقات عندها شي بياسه كاين هذا 64 3 64 3 هو كان عليه اقبال زوين 64 3 شوف الدور دور الشركات كاملين ما كايناش 64 3 ب 1100 درهم اللي عند هاد الشركه هادي. اذا الشركه تبارك الله كتعطيك المواصفات والثمن تقريبا بحال بحال ياك غير الكونفيكيراسيون 64 3 1100 درهم. وكاين هذا سي 35 كنعطيه اجمل تليفون في هذه الفئه هذه. هذا التليفون هذا كيجي ب 128 جيجا 4 جيجا في الرام سي 35 سوق دابا شوف تبارك الله الديزاين ديالو فيه جوج لوينات فيه الكحل وفيه داك اللون الجولد شتي كيفاش داير واعر واعر واعر. بالنسبه للثمن ديال هذا الثمن ديال سي 35 كاين اللي كيبيعوه الناس زاد 100 درهم. ديك النهار جا عندي السيد قال لي حسبوا لي ب 2200 درهم لان الشركه ديال ريلمي ما معروفينش الاثمنه ديالها بحال شركه سامسونج ولا شركه ديال شاومي. الثمن ديال هذا الحقيقي حاليا في السوق هو 2100 درهم. كما قلت لكم كاين اربعه المنتوجات عند شركه ريلمي حاليا اللي خدامين في السوق ماشي اللي ما خداماش. وكاينه ريلمي النافئي اللي محبوبه الجماهير حتى هي فيها بروسيسور زوين هذيك ما بقاش دابا في السوق قليل اللي باقي عنده ولكن غيخرج تليفون واعر عليه وبثمن قل منه ما نحرقوش لكم المفاجاه. تسناونا ان شاء الله غنلوحو لكم هذا التليفون راه جاي في الطريق راه شاد الباطو ديالو عندنا هادشي اللي كاين وتبارك الله عليكم.